وجه وزير التجارة محمد هاشم العاني جميع المراكز التموينية في المحافظات بتجهيز المفردات الغذائية دفعة واحدة ومنع تجزئة تجهيزها لإيقاف حالة التحايل على المواطنين. وأكدت وزارة التجارة إن العاني كلف دائرة الرقابة التجارية والمالية والتخطيط لمتابعة تنفيذ التوجيه واتخاذ الإجراءات بحق الوكلاء ومراكز القطع التي لم تلتزم بالتوجيه. وأشار البيان إلى أن توجيه الوزير يأتي في إطار منع حالات التحايل على المواطنين من خلال إضافة مبالغ أعلى الحد المقرر ب 500 دينار فقط للفرد الواحد كحد أعلى مقابل تجهيز جميع المفردات الغذائية. ودعت وزارة التجارة جميع المواطنين التعاون من خلال الإبلاغ عن حالات التقصير والتجاوز لدى جميع الوكلاء ومواقع العمل.